قد عدت يا شهر الهدى. هذا شهر مبارك، تخيل الجنة لها أبواب، لها ثمانية أبواب، كل طرفي الباب ما بين الطرفين ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، 40 سنة ما تصل من طرف إلى طرف، تفتح أبوابها الثمانية ولا تغلق في شهر رمضان كله. صلي صلاة القيام بخشوع، قف ولو كانت الصلاة طويلة، تدبر. الصلاة ثقيلة نعم إلا على الخاشعين، الخاشع اللي أكل شيء قليل وتجهز للصلاة وجاء مبكرا وأقبل على ربه عز وجل وعلم وفي يقينه أنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، عند يقين أن رب العزة ينظر إليه ويستمع إليه، إذا سجد فهو أقرب ما يكون من ربه جل وعلا. إياك أن يدخل رمضان ولا زلت مصرا على معصية، زنا أجلكم الله، نظر إلى الحرام، أغاني، ربما البعض يأكل الحرام من ربا وغيره، ربما البعض يظلم الناس، ربما البعض يضيع الصلوات، ربما البعض يفعل من المعاصي ما يفعل. إياك أن يدخل شهر رمضان إلا وقد تبت من جميع الذنوب والخطايا. 2، سلم قلبك لله، لأن الله عز وجل ترتفع إليه الأعمال إلا القلب اللي مليء بالحقد بالشحناء بالبغضاء، هذا عمل ما يرتفع إلى رب العالمين. طهر قلبك، نظف قلبك قبل ما يدخل شهر رمضان، نظفه من الحسد من الغل من الحقد على البشر، وابدأ صفحة جديدة بينك وبين ربك عز وجل، وقل يا ربي أنا عفوت عن الناس لتعفو عني. 3، لا ينبغي لك أن يدخل شهر رمضان إلا وقد عزمت على الصيام، يعني اللي نايم بالليل يبي يعني يستقبل شهر رمضان لازم قبل أذان الفجر يكون عازم على الصوم، مو تجي الصبح تقول خلاص أنا قررت أصوم شهر رمضان، لا لا لا، اللي ما بيت النية يعني قبل الفجر ولو بلحظات ولو بدقائق، اللي ما يبيت النية لصيام هذا اليوم لا يقبل منه، هذا صيام فرض ما هو صيام تطوع، ونية واحدة تكفي للشهر كله. نبارك لكم قدوم درة الشهور، والله إنها لنعمة عظيمة، يكاد الواحد منا يبكي فرحا لقدوم هذا الشهر. شمروا واستعدوا واجتهدوا واعزموا على أن يكون رمضان هذا غير عن كل رمضانات السابقة من الاجتهاد والإقبال على الله عز وجل. شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى.